أفادت مصادر مطلعة بالخزانة البريطانية أن وزير المالية البريطاني أليستر دارلينغ سيضطر إلى زيادة الاقتراض في السنة المالية الحالية إلى مستوى قياسي جديد بعدما اتضح أن الركود أعمق بكثير مما كان متوقعا. وقالت المصادر أن التوقعات التي أعلنت في إبريل لاقتراض قياسي قدره 175 مليار جنيه استرليني في ميزانية 2009-2010 قد ترتفع إلى 180 مليار استرليني. وقالت مصادر بوزارة المالية إن دارلينغ سيضطر الأربعاء القادم إلى تخفيض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي من نسبة 4.75 إلى 3.5%.